إلى الإسماعيلية، حيث قام محافظها اللواء ياسين طاهر بجولة ميدانية على عدد من مدارس المدينة، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية اللجان والمقار الانتخابية والتأكد من توافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية والوقوف على أي ملاحظات أو احتياجات والعمل على توفيرها بشكل فوري. وخلال الجولة شدد محافظ الإسماعيلية على ممثلي كل الجهات المعنية ببذل كل الجهد لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، إضافة إلى توفير أطقم من الأطباء والممرضين باللجان لخدمة الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية.